طلعوا البيت وهي الدور عنده وقالت بان لي خيال شي واحد في الزاج ديال البيسي وكنت كنحس بحال لا مراقبني شي واحد. سيف على هاد الكلمة حل عينيه وجاوبها ببرود غير تخيل لي بلا ما يعطيها حتى شي فرصة تكمل هضرتها جرها عنده وتكاها على صدره ورجع كيتفكر ملي يلاه كان طالع كانت مرايا داز من حداها رجع بالزربة كيشوف فيها كان مكتوب فيها بالحمر الزمن سوف يعيد نفسه. الشي اللي خلى سيف يتعصب حتى ضرب الزاجة اللي قدامه ايش هاد الجرأة كاملة اللي عند هاد المجهول باش يدخل وسط داره ويهدو على المكشوف بالحق غيعرفو غيعرف طوال الزمان والاقصى غادي يتلاقى ووقتها غادي يكون الحساب. نمشي ودابا عند يحيى كان واقف بالطوموبيل في بلاصة شبه خاوية وكتطل على المدينة كاملة من تحت هز قرعة ديال الشراب ومرة مرة كيشرب منها وكيسرح بمخيلته الذكريات ماتت ودفنات معها كاع أحاسيسه كيتفكر واحد النهار كان غادي كيف ما عادته الخدمة وزربان وفوق راسو عرام ديال الاجتماعات باغي غير وقتاش يوصل حتى كيبانوا ليه ثلاثة ديال البنات قدامه في الطريق كلاكسون عليهم والو غادين وكيضحكوا ما على بالهمش حتى خرج راسو من الطوموبيل وبدا كيغوت دارت وحدة فيهم وكانت شابة شعرها كحل وعيونها كحلين طويلة وراسها هزها الفوق كان عندها جمال عربي بامتياز دايرة وشمة صغيرة تحت فمها سميتها نادية وقالت اللي دار شي حديدة جديدة في هاد المنطقة يدير لنا بها فضيحة غير بالشوية عليك. يحيى كان باغي يجاوبها وكون كانت قدامه وحدة أخرى كون عطاها على شكت قلب ولكن لسانه تعقد زين هان الساه حتى اش كان باغي واش كان ناوي يدير. قربات من حداه بكل ثقة في النفس وجمعات لي فمه اللي كان حالو شوية ابتسمت وقالت بسم الله عليك الموت كالدور. الحركة اللي دارت خلت صحباتها كيضحك وحتى هي رجعت حداهم وهي ميتة بالضحك على وجهه كيفاش ولا. أما هو خدا منه هاد الشي خمسة ديال دقائق باش عاد استوعب شنو طرا. كانت نادية وصحباتها مشاو في طريقهم وغبروا دار ابتسامة خفيفة وحرك راسو بمعنى الله يلعن الشيطان وزاد طاير مكمل طريقه. من داك النهار ونادية شاغلة بال حتى في الاجتماع كان كيحس راسو حاضر معاهم ولكن عقلو بقى وسط الطريق اللي شافها فيها من تما وهو كيقلب عليها باش يلقى دارهم وفعلا لقاها نهار اللي مشاو يخطبو هلسي. كانت صدمته كبيرة من اللي عرف أن البنت اللي سيف منوض عليها الصداع مع باه هي نفسها اللي خطفات قلبه داك النهار. ما قدرش يتنفس في هذيك اللحظة حس براسه مخنوق وكان كل ليلة كيمشي للبار باش ينسى ولا يتناسى وفي هذيك المدة كانت شريفة هي رفيقة دربه هي ما بكى على كتفها وطبطبات عليه وهي دموعها سايلين كانت كتبغيه لدرجة كبيرة. شريفة صمدات ودافعت على حبها عمرها بغت تستسلم كانت ديما معاه في جنبه رغم طبعه الحاد وإهاناته لها اللي ما كتساليش ولكن فضلات تضحي حتى النهار اللي طلب منها الزواج فرحتها كانت ما قادهاش بلا ما تعرف باللي زواجه منها كان تحدي لسيف اللي قال ليه راها ما طليقش ليك خلصاته شريفة بالنفيس والغالي ادخل وهو دايخ وتلاح حداها دارت ببطء كتشوف فيه ونادت بشوية باش ما تفيقوش حيدات ليه صباطه وغطاته ويالله رجع لبلاصتها حسات بيدي شداتها وقال ما غنطلقكش. كانت ليلة جحيم لكل واحد في العائلة سحر الليل كامل وهي كتنقز من بلاصتها بالخلعة حتى كيعنقها سيف وكترجع تنعس. أما شريفة فبدات كتفكر في القرار اللي إما غادي يقلب موازين حياتها يا إما غترجع حياتها كفاس من قبل. وطلع الصباح بشمس اللي دخلت متسلة البيت سحر كتعلن على نهار جديد وطاقة جديدة. ناضت من فراشها كتحك عينيها وشافت في البيت
ما لقاتوش حداها بحال العادة. دخلات تاخد دوش ونزلت تفطر. أما سيف الدين فطر الصباح وجمع ليغارد اللي وصى عليهم ناصر وحذرهم باش يزيدوا المراقبة على القصر، وكل شوية وحدة من الخدم تمشي تطل على صحر ويوصلوا تقرير على الأوضاع في القصر كداية. من بعد ناض وصل والديه عند سارة السبيطار ومشى نيشان الفرع الشركة اللي كاين في المنطقة، ضروري خاصو يوقف على شغله بإيديه. وفي مكان آخر وسط الغابة ديبو معزول جالس الشخص هز قارو كيشوف الكاميرات، حاضي تصرفات اللي داخل القصر كاملين وداير ابتسامة خفيفة. قال الأول خالتها فاقت سيدي، وهو يقول الثاني أش بالك نواجهوهم دابا؟ ابتسم الآخر وقال أكيد الحاج عندوش لا ما يتقال. قال لي الشخص الثالث هاد العائلة كلها أسرار، ونهار غيتكشفوا غادا تهز وغتقلب سفاها على علاها. جاوبوا الشخص الثاني ما بقاش بزاف، وقاع الوراق غيتحطوا فوق الطابلة وحنا غادي نتفرجوا من بعيد. قال الشخص الثالث ونادية. جاوبوا الشخص الثاني الله يرحمها ولا لا، وطرطق إيديه وراسه وهو راس ابتسامة على وجهه عندها بزاف د المعاني. داز النهار وحالة سارة ما عرفت حتى شي تطور. أما سيف الدين غير وصل القصر ولسقات وصحر يديها تطل على سارة، وداك الشي اللي كان. وغير وصلوا للكلينيك ومشاو نيشان لفين كاينة سارة، تما لقى والديه وعيط على ناصر باش يردهم حيت عياو. سحر كانت واقفة مورا الزاج كتشوف وكتأسف على حالة سحر اللي ضاعت قدامها بلا ما تقدر تدير واجبها كدكتورة نفسية ولا حتى كصديقة. حتى حسات بشي ايد قاصتها. دار المهدي ابتسامة وقال كتشيك سحر غير شافته هي تطير عليه بتعليقة وقالت اش كدير انت هنا؟ جاوبها المهدي ايوا مورا ما تخرجنا بشي عام توظفته، انتي اللي اش وصلك لهنا وفينا هي خالتك؟ غير جبد ليها خالتها ونزلوا الدموع من عينيها ويلاه غدا تجاوب حتى حسات بقبضة ايد حديدية في خصرها. ريحته اللي كتضرب على بعد اميال كانت كفيلة تخليها تعرفه بلا ما تهز فيه عينيها. سيف الدين شاف هادشي كامل من الاول حتى الاخر، خنزر في المهدي اللي حتى هو بادلو نفس الشوفة وقال اش كاين؟ قالت سحر والو المهدي قرا معايا وشفتو دابا. يلاه بغى ينطق المهدي قال سحر، وسيف نغزو في كتفو وقال له هدر معايا انا ماشي هي. قال ليه المهدي شكون انت اللي كتسول؟ سيف الدين ابتسم ديك الابتسامة دالغدايد وهي تعرف سحر ان الطرح غادي يسخن، وجاوبات ديك الساعة متجنبة أي سؤال آخر اللي يخلي المهدي واللي يحسب سنانه طايحين قدامه. قالت راجلي يلا حد سعيد، وزربات عليه في الهضرة وزادت مع سيف اللي تقل خطواته ودار شاف في المهدي شحال وعد زاد. غير فاتو المهدي شوية ودفعها بالجهد حتى لصقها مع الحيط وقال اشنو ندير فيك دابا؟ اشنو ندير فيك؟ خافت سحر وقالت هو كان كيقرا معايا. مازال ما كملت جملتها حتى صرفقها بالظهرت ايدو خلاها تشد في الحيط باش تلقى توازنها. سيف الدين كيهضر من تحت سنان امراتي ما كتعانقش مع الرجال، شد ليها وجهها بالجهد ما تجهلينيش وما تشوفينيش رخيت عليك الصمتة وتقولي قطعتي الواد. لا 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 اديري هكا ولا هكا انفضيك. جرها من ايدها ومشى بها لجهة الطوموبيل حتى وصلوا ودفعها بالجهد لداخل وكسيرة بالجهد، وهاد الشي كله داز قدام عينين المهدي اللي كان حاضيهم من الفوق وبدا كيفهم تدريجيا شنو كاين. وشريفة اللي حتى هي حالها ما كانتش حسر من سارة، حتى هي عايشة ولكن جسد بلا روح، ناضت كتجمع حوايجها وكتودع المكان اللي حلمات فيه وبكات فيه، وأهم حاجة كانت جامعها بالشخص اللي بغات في هذا الدنيا. شافت مزيان في الرياض ودموعها على خدها
قبل ما تجر بالي يزدها وتحل الباب نحو المجهول. سحر ملي رجعت للقصر وسيف جالس قدامها وكيشوف فيها وكيفكر في العقاب اللي خليه يتمتع. أما هي جلوسه بهدوء وسكوته هكا كانت عارفة موراهم كارثة. بقاو على هذا الحال شي نص ساعة حتى كيسمع سيف الخدامة كالدق. البس عليه من فوق وخرج عندها. رقية كتلعت لم وقالت سيدي البوليس لتحت باغينك. سيف الدين دار ابتسامة على وجهه بحال ما تصدمش وكان متوقع هذا الخبر. انزل مورا رقية بخطى ثابتة حتى وصل عندهم وقال كاين ما نقضيو. قال الشرطي الاول سي سيف كاين بلاغ ضدك باللي محتاجز للانسه صحر. سيف قبل ما يكمل هضرته قاطعه مصحح ليه وقال مادام صحر شكون مول هاد البلاغ؟ كانوا واقفين حتى سمعوا صوت جاي من اللور. قال انا. شاف سيف نيشان مورا البوليس وهو يشوف خالد صحر واقفه ومتكيه على عكاز وشوفاتها فيه كون كانوا كيخرجوا القرطاس كون قتلوه. شوفاتها كانت صادمة لصحر اللي كانت كطل من الفوق ولكن سيف كان كيشوف ببرود ما تهزات فيه حتى شعره كأنه كان متوقع ومتأكد أنها غدا تكون هي وأكيد ما جاياش من دايتها لراسها. يعني داك اللي كيلعب معاه وصل خالتها ومخلاها تجي لهنا حتى عمرها مزيان. غير هو هاد المرة حتى سيف عرف ما يدير. ابتسم وقال كيف ما قلت لك مادام صحر مرات وهي تقول خالد صحر امزوجها بزز وشادها عنده هنا بالسيف عليها. جاوب عندك شي دليل؟ يلا غدا تجاوبه حتى نزل الحاج كيشوف اشنو واقع. وقال اش واقع قدام داري وفي هاد الوقت؟ قال له البوليسي سمحوا لينا على الإزعاج ولكن هاد المرأة مقدمة شكوى ضد سيف ومتهماه بالخطف والاعتداء. تعصب الحاج وقال ايش هاد الخرايب؟ واش ما عارفاش راسك مع من؟ رد سيف الدين ببرود الحاج ادخل للدار. سحر اللي كانت مراقبة كل شي من الأول حتى الأخر وعقلها غادي يخرج بقوة التفكير. ياك خالتها تبرات منها من اللي عرفاتها تزوجات بسيف ياك خرجتها من حياتها تكون ندمات وتكون حنات أكيد ما قدرتش تتخلى عليها وعلى هاد الأساس طارت كتلبس حوايجها حيث إلى خرجات هكا سيف غادي يجيب آخرتها وآخرت خالتها. نزلت كتجري في الدروج حتى وصلت حدا سيف وهي كتشوف الدموع في عينين خالتها والخوف. قالت خالتي وهي تقول لطيفة كيف ما كتشوف سيدي؟ ها هي كتبكي واش دكتورة بحال هادي غدا تزوج بقتال؟ وعلى هاد الكلمة وجه سيف نظراته ليها وطرطق عنقه بانزعاج. أكدت ليه أن شكو كان في محله معاودين ليها عليه. البوليسي وجه نظره لصحر وقال مدموزيل صحر. قاطع سيف بنبرة عالية وقال مادام. قال البوليسي مادام صحر خالتك تقول باللي سي سيف شدك عنده خطفك وتعدى عليك. صحر شافت في خالتها وبغت تنطق بغت تقول ليهم ايه خرجوني من هنا خرجوني من هاد القصر اللي شفت فيه عجب الدنيا خرجوني من ايدين هاد الوحش اللي امتالكني. بغات بزاف تقول ولكن للحظة هزات عينيها في سيف اللي دار لها إشارة بعينيه باش تشوف الفوق. صدمتها كانت قوية. كان قناص فوق السطح مقابل مع خالتها وموجه لها سلاح نيشان. للحظة جاتها الدوخة والضبابة على عينيها حتى كانت غدا تطيح كون ما إيد سيف شداتها بقوة. قالت الدموع في عينيها آه سيف راجلي وخالتي غير ترى شي سوء تفاهم. شاف الشرطي بخالتها وقال اللي علينا درناه. وقال لسيف كان اعتذروا على الإزعاج وزادوا في حالهم خلين خالد صحر مصطومة وكتشوف في صحر خيبة أمل اللي كان سيف محاوطها من خسرها خايفها للطيح حيث كانت دايخة نطرات إيديها عليها ومشات عند خالتها
وهي باغة تسولها علاش العكاكس واش نطرة، ولكن الوقت ما كاينش وما مناسبش بمرة. حدها عنقاتها بكل قوتها وهمسات لها فودنيها ورجعات حدسي. لطيفة بقت كتشوف وهي الدور ورجعات في حالها، وسيف دار حركة لرجال باش يتبعوها ويحميوها حتى توصل فين غادة. مشات وخلات وراها صحر محطم، ولكن من اللي القاضية وصلت باش تكون في بيت موت آخر ما تبقى من عائلتها ما قدراتش. سيف الدين مد إيديه ينوضها وهي تدفعها عليه، وعينيها الشرار خارج منهم. تكات على الطبلة اللي حداها ووقفت وهزات إيديها حتى للسما وعطاتها ليه، وحتى هو ردها ليها في البلاصة، وبلاصة الطرشة خدها تجوج. قال والعروقة خارجين ليه. مرة أخرى تهزيها في وجهي، والله حتى نهرسها لك. قربت ليه وتعلات ونظرات بحقد وهي تقول إيش من نوع ديال البشر أنت؟ بدات كتضرب له في صدره وكتغوط، واش ما كتحش؟ واش انت بنادم ادوي؟ واش عارف ديك اللي برا شكون؟ هاديك هزاتني وانا صغيره، ورباتني، كبراتني، قراتني باش يجي واحد بحالك يهددني بيها. شوف فيا، قتلني، باغي تقتلني، قتلني، كون راجل وفضي حسابك معايا. خالتي خليها بعيد عليك. هادشي كامل كان قدام الأب ديال سيف. عرفتي مراتك نادية حتى كون ما قتلوهاش كانت غتقتل راسها وما تعيش مع وحش بحالة، لا شفقة ولا رحمة. داك اللي قتلها دار فيها وفي ولدها ولا بنتها خير، يموت حسن ما يحل عينيه في الدنيا على قتال بحالك. حمزة كان كيشوف وبقى مصدوم، وشاف حالة سيف اللي ولا بحال شي وحش، وشاف يدو فين مشات وهو يمشي طاير جر صحر ونزل لها راسها لتحت. اللي كون خلاها 5 دقائق زايدة حتى سيف كان غيقتلها. يلاه بغات تدارك شنو ترى وعلاش جرها حمزة. حتى كتسمع 3 ديال الطلقات ديال الرصاص متابعين، كانوا خارجين من سلاح اللي في ايد سيف، واللي حسن حظها جاو في الزاج اللي قدامهم وزاد وخرج من الدار. أغير ضرب القرطاس وخرج من الدار. حمزة شاف صحر وقال من حقك تعاتبيه وتقولي لي وديري اللي بغيتي، ولكن توصلي لمرات والله يرحمها وولده اللي ماتوا بالغدر. لا، نصيحتي ليك تفادي هاد الأيام باش ما تكونش آخرتك بحالها. غير هو الفرق أنه هو اللي غيقتل بإيده مرتو هاد المرة، وتيقيني ما غيرحمكش وما غيحنش فيك. خلاها هكاك وخرج تابع سيف. وفي دار المهدي جالس هو ومقابله معاه خالة صحر. قال انا معاك، انتي عارفه شحال كنبغي صحر، عاودي ليا كل شي من الاول بعدا باش نفهم. لطيفه بدات كتعاود ليه من نهار اختفاء صحر اليوم، واللقطه فين صحر عنقاتها وكانت حطات ليها ورقه في جيبها وهمسات ليها في ودنيها بسمية المهد بلا ما تخلي سيف ينتابه ولا يشك. وحتى خالتها فهماتها بالخف، داكشي علاش ما زادتش عقبات ومشات نيشان كتسول وتقلب، وبحكم ان المنطقة صغيرة دغيا لقات المهد، ولكنها غفلات على عيون ليكارد سيف اللي كانوا تابعينها خطوة بخطوة. كملت لطيفة هدرتها وخوات المزيودة كامل، وهو يقول المهد على ما كنسمع في الكلينيك راه عندهم نفوذ. وهي تقول لطيفة شوف ولدي، انا راه ملي فقت جا عندي واحد الراجل وهو اللي عاود ليا على فين كاينه صحر، وقال ليا الا بغيت نهربها ونهنيها منه غيعاوني. استغرب المهدي وقال واش من ربح عند هذا الراجل باش يعاوني؟ كيعرف صحر؟ قالت قال لي باللي راه شاف صحر من نهار جابها سيف، وهو ما عندوش مع الظلم وما كاينش غيره اللي يقدر يعاونه. المهدي بحال ما مصدقش وقال كاينه شي حاجه، ما كاينش شي واحد غادي يدير هاد الشي لله في سبيل الله ويوقف في وجه واحد عنده نفوذ.
لطيفة قالت: احنا ما خاسرين والو، عاوننا تبارك الله، ما عاوناش مع الديمنتي. انا راه كبتي ما نسمحش فيها ولدي، وخا يبقى فيا غير عرق واحد. قال المهدي: كي غنديرو حتى نوصلو ليه؟ وهي تقول لطيف: اعطاني نمرتو. قال: صافي، من هنا لغدا ان شاء الله نفكرو في شي حل ونشوفو قصتو حتى هو. دابا مشى الحال والصباح قرب يطلع. نعسي في بيتي يا خالتي، وانا غادي نعس في الصالون. قالت: الله يرضى عليك ولدي، طحنا عليك بمشاكل. باس ليها راسها وقال: ما تقوليش هكا خالتي، ساحر راه عزيز علي وانتي في مقام الوالد. تسمات لطيفة وقالت: الله يرضى عليك ولدي. كل واحد فيهم ناض لبلاصتو ونعس. لطيفة بقى بالها مع سحر كيفاش غدا تكون حالتها دابا، والمهدي عقله كيتفكر ضحكتها وبراءتها ديك اللي شاف في الكلينيك دابلة وبعيدة كل البعد على أنها تكون سحر اللي قرات معاه، وما غادي يستسلم حتى يرجعها كيف ما كانت ويمكن أحسن. بالنسبة لي كل شي ممكن. نرجع عند سيف. رجع سيف هو وحمزة القصر، وكل واحد طلع البيت. الصباح كان علاين يطلع، وسيف عنده الخدمة فوق راسه، حمزة كيسير كل شي عن بعد، وعطلته باقة مفتوحة. سيف طالع البيت وهو ساخط وكيتمنى يلقاها ناعسة باش ما تخرجوش على طوعه بشي هضر ويولي مخرج فيها القديم والجديد. غير حل الباب ما لقاهاش لداخل، وخرج البالكون لقاها ناعسة فوق من الكرسي وما لابساش مزيان. هزها من تما ودخلها لداخل، حطها فوق من الناموسية وغطاها ومشى سد البالكون حيت كان البرد، وجا تخشى حداها. أما الحاج قال: هاد السر داز عليه 20 عام الحاجة وما كاين لاش نجبدوه دابا. قالت له الحاجة فاطمة: ولكن راه خاصو يعرف ومن حقه. قال لي هالحاج ما غاديش يعرف وعمره ما غيعرف، هادشي ما تجبديهش ويا ويلك ويسيق شي حد الخبار لهادشي. قالت: انا ما ناوياش الحاج نهضر، ولكن راه قاطحه. وقال: اشنو راه؟ الجوج اللي عارفين هادشي ماتوا الله يرحمهم، يعني ما كاينش اللي غادي يخرج هاد الهضره. وعلى هاد الهضره سكتت الحاجه وجمعت لسانها. سيف الدين كان غارق في نعاسه حتى كيسمع سحر كتنين. حل عينيه كيشوف ولقاها كتهضر، ولكن هضرتها ما مفهوماش. قرب حداها ولقاها عرقانه ووجهها سخون. جمع الوقفه في البلاصه ومشى نيشان خرج من البيت. الحاجه كانت يلا غدا تنوض توضى حتى كتسمع صوت سيف مورا الباب ودقان خفيف. خرجات وقالت: مالك ولدي، اش كاين؟ قال ليها وهو قلقان: سحر وقيلة عندها سخان. يلا بغت تهضر وما خلاهاش تكمل هضرتها وقال: اجي شوفي مالها. قربت ليها وقاستها وهي تلقاها بالفعل سخون، ومشات جابت له بانيو والفوطات. هاك دير ليها الفوطات في الماء بالنوبة وغير تحس بيهم سخنو بدلهم. وغير خرجات مشاف الزق وحدة وحطها ليها فوق من راسها، وبقى هكا كيبدل ليها فيهم. كانت يالله نزلت ليها الحرارة، وطلع الصباح وجا نهار جديد. اللي كيتمناه سيف يكون أحسن من اليومين اللي دازو قبل. كان جالس في البيرو قبالتها وكيشوف فيها وعينيه على البيس. احتاجه اتصال، قال له: سي سيف، تبعنا البارح خالة المدام كيف ما وصيتينا، ومشات عند شي واحد سميتو مهدي الصادقي، دكتور في الكلينيك ديال المنطقة. سيف على هاد الهضرة تفكر نهار لقاها معانقة مع داك خينا في الكلينيك، وقالت ليه كان كيقرا معانا. ضير ايديه ونطق: اعطيني العنوان. قال له: ناصر، نتكلفو به. قال له: لا. قطع عليه ورجع كيشوف فيها وهي ناعسة. كون غير تبقى هكا كتبان بريئة حالا ماشي هي اللي هاديك كتقيل تخرج عينيها فيه وكتحداه في وجهه. كيستغرب لراسو بعد المرات
كيفاش كيتحكم في أعصابه. بقى مراقبها حتى شافها بدات كتحرك وعرفها غدت فيه. حلت عينيها وهي حاسة بالعين وهزات راسها كتكسل وبان ليها قبضات روحها كيف ما كتسمي. جالس في البيرو عينيه عليها، ناضت حتى كتشوف الحوايج اللي كانت لابسة مليوحين في الأرض وهي لابسة حاجة أخرى. قالت مع راسها هاوي ليلا ناري ما يمكنش. دورات وجهها عنده ولقاته مربع إيديه وكيشوف فيها كيتسناها غير تنطق، وحتى هي شوفاته فهماتهم وعرفاته غيبغي ليها السبة باش ينوضها معها. دات خارجة وبلا ما تحس ويلا حلات الباب حتى سمعاته زدح الطبلة بإيدي قفزها حتى دارت عنده وقال تحت سنانه واش باغاني ندير فيك شعاها؟ استغربت وقالت انا كنقترح عليك ترجعني لخدمتي ونبقى ندير لك جوج حصص في النهار، هذا جهدي عليك. وصلتي لمرحله متطوره. باقه ما كملاتش هضرتها حتى لقاته واقف قدامها وحاني راسو كيشوف فيها. كملات وقالت وفابور والله سيف الدين غادي وكيقرب حتى كانها مع الحيط وهو يقول شحال ما بقيت غنقطع عليك لسانك ونعلقك. دارت بغات تحل الباب وهو يسدو بالجهد بيدو حتى بقات هي دايره وهو واقف موراها وبدا كيهضر واش حماقيتي ولا باغا تحمقيني؟ نازله بحوايج النعاس لتحت. دورها بالجهد حتى تزد حات مع صدرو وكمل وهو كيورك على كل حرف قدام الرجال. سحر عاد فهمات مالي وطلعت على راسها ولقات راسها ما لابساش مزيان. بقات كتشوف وتعاود تشوف. قال كيبان ليا خاصك حصه وحده في الردروم ديال المره اللي فاتت وغتقادي مزيان او فابو. سحر بدات كتحمر وتصفار غير بوحدها بالخلعه. بقى كيشوف حتى عيا ورجع باللوم خليها تدوز وغير حيد يديه ومشى تيشان للدوش. وسيف رجع للبيرو جلس كيقلب في الوراق على شنو خاصو يسمع باش يصيفطهم للشركه. نمشيو عند يحيى. يحيى من بعد نهار والزياده ديال التقلاب ما خلى فين قلب على شريفه والو، وحتى من نور الدين عيط عليه قال ليه انه ما شافها من اخر مره تشوفو كانت نهار العرس في الرياض. كيقلب عليها لسبب واحد يربيها على أشنو دارت والفضيحة والشمتة اللي دارت ليه، ولكن بينه وبين راسه في الليل ملي كينعس في الفراش وكيشوف بلاصتها كيحس بالفراغ، ماشي حب على ما كيقول ولكن نقص وما غيستسلمش بسهولة. إلا بغى هو يخليها عاد تقدر تمشي، أما ما حد وما باغيش بالزز خاصها ترجع. كان آخر حل ليه هو يلجأ لعمو الأب ديال سيف حيت حتى هو يدو واصلة وغادي يعاونه، وقد ما قلب معاه شي حد قد ما غادي يلقاها بلا ما يضيع ليه الوقت بزاف. كانوا جالسين في القصر بحال عوايدهم، الحاج والحاجة كيهضروا وكيتفكروا ليام حتى دخل عليهم يحيى سلم عليهم وجلس. الحاجة فهمات راسها وناضت دارت السبة أنها غدا تمشي للكوزينة تحط لهم آتاي، وبقاو بجوج جالسين. احتج بد يحيى الموضوع قال ايوا عمي هادشي اللي طرى، وانت عارف ان هادشي اللي دارت ما كيدارش، وقبل ما نتفضح كتر بغيتك تعاوني نلقاها. قال له الحاج انا معاك ولدي ولكن سيف يقدر يعاونك كتر. يحيى انطق تحت سنانه الا سيف لا. سحر كانت جالسه في الكوزينه سالت فطورها وهي تنوض نيشان باغا تطلع البيت، وهي تلمح يحيى جالس مع الحاج. سبحان الله ما كترتاحش ليه من عند الله، من اول مره شافته ما عجبهاش، جاوها عينيه غير كيدوروا في بلاصتهم. يحيى غير شافها ونطق عروستكم باقا ما عرفاتش الصواب. يلا بغات تجاوبه وهو يهضر سيف اللي كان نازل في الدروج وقال له وولد عمي باقي ساخي بعمره. قال يحيى اشنو دابا كتهددني وسط دار عمي. مشى سيف حداح سحر وشدها من خصرها وقال مراتي مصوابه
ما كتسناكش انت تعلمها. ابتسم الحاج وقال باش يلطف الجو. ما تديش على سيف. ولدي سيف راك عارف يحيى غير كيضحك. قال سيف انا مراتي ما كيضحك معها حتى شي راجل اخر من غيري. سحر هزات عينيها كتشوف فيه وحتى هو نزل عينه كيشوف فيها. مخنزر وكيطلب من الله تسد فمها. كانت باغة تهدر وتقول له راك مريض وزدتي فيه ولكن سكتات. ما تنكرش انه ديما كيعجبها الحال من اللي كيدافع عليها قدام كل شي بحال دابا، خصوصا انها تعودات ديما كتدافع على راسها وكتحمي راسها. يحيى تبادل هو وسيف نظرات ناريه اللي سالت بالحاجه جايبه صينيه اتاي. قالت ها اتاي وجد. جلسوا. جلس الحاج ويحيى وحتى الحاجه، اما سيف تحنح دودن سحر وهمس. طلعي لبيتك. قالت لا بغيت نشرب اتاي. زير لها على خصرها وقال دويت معاك. تأففات سحر وطلعت قدام يحيى اللي داز قدامه الفيلم كامل. دار ابتسامة جانبية وبقى كيشوف في سيف اللي حتى هو بدوره جلس وما نزلش عينيه عليه. ما عمرهم كانوا هكا، ولكن غير تزوج سيف الدين ويحيى عرى على نيابه. طلعت الفوق وكتدور في بيتها وعقلها كيدي ويجيب. كتقول واش خالتها تكون شافت المهدي؟ تقدر تكون رجعت للرباط وخلاتها. لا ما يمكنش، هي عارفة خالتها. أبقات هكاك حتى دقات رقية في الباب ودخلات هزة صينية فيها أتاي. استغربت سحر وقالت علاش مطلعة هاد الشي؟ قالت ليها رقية سي سيف اللي طلب مني هاد الشي. حطاته وخرجات وسحر قربت للصينية وهي تبان لها ورقة صغيرة مطوية. حلاتها وهي تلقى مكتوب فيها ها أتاي طلع حتى لعندك وعداكي نلقاكي مشربتيهش. قراتها وهي تجنن ودنيها بدأوا كيصفروا. قد ما طارت كيعيق بيها وكيصدق من الدمها على حاجة هي اللي دارتها الراسها براسها. شافت حتى عيات في هذاك أتاي ما بان لها غير محبق في البالكون وكباتو فيه ورداتو للصينية وهي كتضحك. وحتى سيف ابتسم وهو كيشوفها في تليفونه بالكاميرا اللي لاصقه في البيت واللي هي غافله عليها. قال الحاج ولدي سيف خاصنا نقلبو على شريفه قبل ما يصيق شي حد الاخبار. جاوب سيف الحاج خلي هاد الموضوع عليا. يحيى ما راديش وفي نفس الوقت ما باغيش يبين. قال هو ولد عمي اللي كيهددني قبل ما يعاونني، اش من مقابل باغي؟ سيف الدين ابتسم وقال اه بالصح بغيت حاجة واحدة واخا صعيبة عليك ولكن غنطلبها. قال له يحيى اهدر. جاوبه سيف ترجل وضبط مراتك، حيت شرفك وعرضك صعيب عليا كل مرة نردو ليك. غمزه ومشى طالع في الدروج كيصفر مخلي موراه يحيى بركان وهايج. ولكن حتى سيف كل ما طلعش كانت غدا تنوض بيناتهم، خصوصا أن يحيى عارف سيف الدين عصبي وكيحاول ما أمكن يلعب على هاد الوتر. غير هي هاد المرة تقلب السحر على الساحر وداكشي اللي كان يحيى باغي يدير أرجع ليه. وفي الكلينيك دي المنطقة واقف المهدي فوق راس سارة كيتفقد الوضع ديالها اللي ما كيتحسنش. كيشوف كيفاش بنت في عمرها وحاملة تدير في راسها هاد الحالة. حتى من عمق الجرح كان كيدل على أنها وصلت بها للحد. ما حناتش في راسها بمرة ولا في الجنين اللي في كرشها. خرج من عندها وغادي لعند مريض آخر. حتى طلبوا المدير يمشي معاه لمكتبه. قال له الطبيب المهدي انت شاب ذكي وواعي ومازال قدامك مستقبل طويل. قاطعوا المهدي باستغراب شكرا ولكن علاش هاد الهضرة دابا؟ قال له الطبيب إلا كان عندك خلاف مع سي سيف من الأحسن تحلو معاه حيت تقدر تفقد وظيفتك هنا بسببه. جاوبوا المهدي ما فهمتش هاد الشي كيفاش؟ واش اشكى عليا ولا شنو؟ واش اشكى عليا ولا شنو ترى بالضبط؟ قال له الطبيب ما تشكاش ولكن هذا كان انذار ليك وحتى حنا هنا
فغينا على الصداع وخصوصا مع السيسيف. قال المهدي اوكي فهمت، وناد المهدي وخرج ساعر ما كيشوفش قدامه. قراح تاعية قراح تاعية باش يجي واحد بحال سيف ويعطيه انذار ديال الطرد، ولكن كل شي غيفوت.